صلوا صلوا على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا في قناة أبو أسامة. اليوم الحلقة بتتكلم عن مرضى السكري. مرضى السكري طبعا بيعانوا من مشاكل كثيرة. هذه المشاكل تبدأ بتلف والتهاب الأعصاب وتنتهي بالضعف الجنسي عند الرجال. طبعا هذه الأمور لا حياء ولا عيب فيها، بالعكس انت لما بتتكلم عن هذه الامور وبتعطي نصائح وبتعطي علاج فعلي طبيعي دون الاقتراب من الفياجرا، دون الاقتراب من المحفزات الجنسية اللي بتساعد الناس اللي عندهم ضعف جنسي بسبب امراض مزمنة مثل السكري والضغط، هذا شيء محمود وشيء فوق الممتاز، لانه بيخدم الناس وبيخدم الناس في موضوع حساس جدا جدا. لو نحن خجلنا نتكلم فيه وغيرنا خجل يتكلم فيه مش حتصل المعلومة. وعلى فكرة هذه المعلومات مؤكدة وفيها أبحاث علمية ومجربة على أكثر من شخص. طبعا مريض السكري من المعروف أنه بصير عنده التهاب في الأعصاب، وهذا لأنه الدم ما بيوصلش إلى النهايات والأطراف العصبية، بصير عندهم مشاكل مما تؤدي إلى التنميل وبيؤدي إلى الوخز وبيؤدي إلى الالتهاب العصبي. وفي بعض الحالات كثر الالتهاب العصبي يؤدي والعياذ بالله إلى التخثر، مما يؤدي مثل القدم السكرية كثر الالتهاب ويؤدي إلى بتر القدم والعياذ بالله. عافاني وإياكم بإذنه تعالى من هذه الأمراض وهذه الابتلاءات. طبعا تلف الأعصاب بيؤدي إلى آلام رهيبة جدا، بيؤدي الى وخز مثل الابر في النهايات العصبية. حتى اللي ما عندوش مرض سكري بتلاقي لما عنده مشكلة في الاعصاب كمان بيؤدي الى هذه الامور. طبعا الوخز، الخذلان، التخطر، بتحس انه ايدك خذلانة دائما، بتحس انه رجليك خذلانات، بتحس انك مش قادر تمشي. طبعا اول شيء انا راح انصح مرضى السكري نصيحة قبل ما افوت في العلاج اللي نحنا جايين نتكلم عنه. طبعا دائما مارس المشي، لانه المشي بيخليك يساعدك على تنشيط الدورة الدموية. حاول انك تمارس رياضات لمريض السكري غير مجهدة فيها تحريك للدورة الدموية، بعض رياضات الكارديو مثل انك تجري على الجراي بهرولة او انك تستخدم البسكليت، كمان هذا شيء ممتاز لتحريك الدورة الدموية، والدورة الدموية مهمة جدا جدا في علاج هذا الشيء. الشغلة الثانية الأهم، حاول انك تقلل من أدوية الأنسولين وأدوية السكر، وحاول انك انت تلتزم في وجبات غذائية علشان انت كمان يعني ما تكونش بتخبص في الأكل وتقول ما أنا بدق أنسولين، تاكل مأكولات ملهاش منها فايدة وعالية السعرات الحرارية وتقول أنا باخد أنسولين. كل ما أخذت أنسولين أكتر، كل ما زودت الجرعات أكتر، أنت قاعد بتلعب في عداد حياتك وبتدمر خلايا في جسمك لا يمكن بعد ذلك مع تقدم العمر إنها ترجع تبني، لأنه الإنسان كل ما تقدم في العمر ما بترجعش الخلايا بتبني. فكن حذرا، لأنه مرض السكري ممكن يكون صديق إلك وممكن يكون أكبر عدو إلك. طبعا لما نحن نتكلم إنه هذه المشاكل كلها هي بسبب نقص مادة موجودة في الجسم بتؤدي إلى عدم تدفق الدم ووصوله إلى الأطراف، والضعف الجنسي بيصير لأنه ما بيصلش كمان إلى الأطراف الحساسة أو إلى الطرف الحساس اللي بيؤدي عدم وصول الدماء وتدفق الدماء إله بسبب مرضى السكري. عدم تدفق الدم إله بيؤدي إلى الضعف الجنسي وعدم الانتصاب الكامل وعمل جماع أو معاشرة جنسية مع الزوجة كاملة بسبب مادة واحدة وهي النيتريك أكسيد. النيتريك أكسيد أو أكسيد النيتريك صار عليه أبحاث، وأخذوا عينات من مرضى سكري، عينات متعددة، وعملوا عليها اختبارات، فوجدوا أنه مادة أكسيد نيتريك أو النيتريك أكسيد قليلة جدا، تعادل نصف أو ثلث الكمية الموجودة في الإنسان الطبيعي الغير مريض بالسكري. طبعا النيتريك أكسيد بنسأل حالنا شو هو النيتريك أكسيد؟ النيتريك أكسيد يا إخواني هو طبعا مادة
أو غاز بيدخل الجسم طبعا بيؤدي إلى توسع الحفاظ على صحة الأوعية وتوسع الأوعية طبعا وزيادة تدفق الدماء في الأوعية وتحسين نقل الأكسجين بين كريات الدم في الأوعية الدموية، مما يؤدي لما يكون الكمية تبعته ممتازة في المعدل الطبيعي بيؤدي لتدفق الدم في الأطراف، الحفاظ على الأعصاب، على الأوعية الدموية، زيادة الطاقة بالذات للرياضيين، زيادة القوة أثناء أو زيادة خصوبة الرجل، وأيضا زيادة عملية الانتصاب أو انتصاب الجيد عند الرجال، وطبعا طبعا بيبعد الضعف الجنسي. طبعا أكسيد النيتريك زي ما قلنا عند مريض السكري بيكون كميته ثلث أو نصف، وذلك لازم هون يجيب أكسيد النيتريك. طبعا كيف بده يجيب أكسيد النيتريك؟ بده يجيبه من المكملات، سبلمنت موجودة في السوق بيستخدمها الرياضيين وغير الرياضيين اسمها أكسيد النيتريك أو نيتريك أكسيد، موجودة بكثرة تحت مسميات وشركات، هي ممتازة جدا لتعويض الأكسيد النيتريك الناقص عندك. طبعا وطبعا مش كلها بينفع مريض السكري، يجب لما تيجي تشتري هذا السبلمنت طبعا تشتريه تحت مسمى انه انت مريض سكري، فيجب الا يكون هذا المحتوى يحتوي على السكر طبعا. واذا انت ما بتكاش اكسيد النيتريك بتقدر تشتري ماده السبلمنت اللي اسمها الارجينين، وهي امن شوي. الارجينين بطبيعه الحال هو حمض اميني، لما بيدخل الجسم تتقسم جزيئاته وبيتحول الى اكسيد النيتريك وبيؤدي الى توسيع الاوعيه وتوسيع اللي هي الاوعيه الدمويه والحفاظ عليها، وبتحول الى اكسيد نيتريك مما يؤدي الى الطاقه ويؤدي الى الكلام اللي تكلمنا فيه قبل شوي. الان انا بديش اخذ سبلمنت، وانا بديش اخذ ادويه، وانا بديش اخذ هذا الكلام، بدي احصل عليه من الغذاء. طبعا الاكسيد النيتريك او الارجينين اللي بيصير اكسيد نيتريك صعب جدا انك تحصل عليه بالغذاء بسهوله، لكن انا بقدر اوفر لك بعض الاشياء الطبيعيه اللي فيها اكسيد النيتريك. اول شيء الرمان، بما انك مريض سكر الرمان فيه سكر او فيه سعرات حراريه، فاختار من الرمان اللي لونه احمر من جوا، من برا ومن جوا لونه احمر، لون الحبات احمر، احمر داكن مائل الى اللون احمر الدمي. ليش؟ لانه الاحمر قليل السكر عن قليل السكر واعلى في اكسيد النيتريك. اما الرمان الزهري اللي بيكون من جوا على بياض فبيكون عالي السعرات الحراريه، يحتوي على السكر اكثر وقليل اكثر في الاكسيد النيتريك، فاختار الاحمر افضل لك كمريض سكري. طبعا الثمره الثانيه واللي هي غنيه جدا 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 باكسيد النيتريك هي البنجر. طبعا وانا بقصد البنجر الغير حلو اللي بيشبه الفجل طبعا، وبتقدر تاخده كمان من الشمندر اللي هو كمان مش حلو، اللي بيكون طعمه معتدل مش حلو، قليل السكريات، مش بنجر السكر، نتكلم عن البنجر العادي. طبعا هذا مخزن لأكسيد النيتريك، لكن حاول انك ما تاكلش او ما تعصرش اكثر من حبة باليوم، لانه أكسيد النيتريك كثرته زيادة عن اللزوم ممكن تؤدي الى مشاكل في الكلى مع مرور الزمن. طبعا لما تاخذ رمان او تاخذ بنجر حاول انك تشرب مي بكثرة علشان اكسيد النيتريك فيهم عالي. المادة الثالثة اللي معنا هي الجرجير، ومثل ما قال المثل لو عرفت المرأة ما في الجرجير لزرعته تحت السرير. فعلا الجرجير مخزن للاكسيد النيتريك، بل انه الاكسيد النيتريك الموجود فيه معتدل وبيؤدي الى الصحة الجنسية وبيؤدي الى زيادة تدفق الدم والصحة الجنسية، بل انه اللي عندهم انيميا كمان عندهم فقر في الدم بياخذوا الجرجير كمان بيساعدهم على تحسين الهيموجلوبين في الدم، وطبعا هذا الشيء معروف. طبعا الان أطعمة اللي فيها اكسيد النيتريك ذكرناها، هذه اكثر شيء فيها اكسيد نيتريك. طب ايش الارجينين؟ الارجينين زي ما قلنا هو بتحول لما بدخل الجسم وبتكسر وبتحول الى اكسيد النيتريك او نيتريك اكسيد. الارجينين موجود في المكسرات مثل الكاجو وعين الجمل اللي هو الجوز، وموجود في بذر الكتان وبذر اليقطين ايضا بكثرة طبعا، وموجود في المأكولات البحرية. في عنا شيء موجود اكسيد النيتريك فيه كتحفيز، يعني بحفز اكسيد النيتريك، ايش هو؟ الثوم. الثوم يا اخواني اول شيء يعني مضاد اول للكوليسترول، مضاد حيوي، منقي للدم، وايضا يحفز اكسيد النيتريك كمان، حاولوا تحافظوا عليه.
طبعا يا إخواني أنا تكلمت هذه الحلقة لإخواني مرضى السكري عشان يبتعدوا عن حاجة اسمها فياجرا ومحفزات جنسية لأنها بتزيد الطين بلة مع تقدم العمر. اليوم أنت شاب بتاخد بسبب وضعك ربنا فرضه عليك، ولا حرج في ذلك يا إخوان، هذا ابتلاء من رب العباد سبحانه وتعالى، لكن ربنا كما وضع الداء وضع الدواء. فأنت اليوم بعمرك 40 بتاخد فياجرا 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 إلى إمتى؟ مش حتصل الخمسين إلا يكون لا فياجرا بتجيب فيك ولا إشي بيجيب فيك. لكن لو بتاخد المسائل الطبيعية اللي أنا ذكرت لك فيها وبتحافظ على أكسيد النيتريك في دمك بنسب ممتازة، أنت مش هتحتاج هذه الأمور أبدا أبدا أبدا. وحاول دايما أنك تحافظ على التغذية طبعا اللي أنا تكلمت لكم عنها والمواد طبعا. الصحة إن شاء الله للجميع. كان معكم محبكم أبو أسامة من قناة أبو أسامة، برنامج الرياضة والغذاء. نلقاكم أحبتي في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.